بس واتصال ما كان تعال. اللهم بارك اللهم بارك جمالك جمال جمال جمالك جمال تبارك الرحمن. ألف مرحبا بالجميع. السلام عليكم مرحبا بكم سفر عبد الدار البيضاء. اليوم كما وعدتكم بالجديد بما الجديد كنحاول بما امكن نجدكم الجديد والجديد. اليوم تحيه سي خويا الله يحفظك. اليوم كيزورنا واحد الاخ صديق ديالنا والحومه ديالنا واحد الحاله اول مره غادي يعني نوريها للمشاهد ديالي في القناه ديالي. عندنا واحد الحاله ما نقدرش نقول لكم ما نوصفش لكم. انا اخ محمد. تحيه خويا محمد كيدير اخويا بخير. هذا الاخ مسكين هذا عيان شويه كي عنده واحد المرض مرض السرطان ياك خليه مرض الصرع مريض في الراس ديالو مسكين وكان طايح ديما. عنده وليدات ثلاثه الوليدات الله يجازيكم بخير. راه يعني بواحد الحاله لا اله الا الله. واول مره بغيتكم تساعدوا معايا الناس جمهور قناه سنجابيكا اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن. ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. هذا الاخ راه عيان مسكين وشي اسبوع هو كيهضر معايا وداز بزاف ديال القنوات عفوا داز بدوزام الرباط راديو فهمتوا الاخوان. واليوم راجع عندي شكروا الناس فهمتي شكروا الناس القناه ديالي وجا عندي وبغيتكم تساعدوا معاه الله يجازيكم بخير. راس السكونه ديالو سيدي مؤمن فهمتوا الاقتراحات مساعده اينما كنتم باش ما بغيتوا الناس اللي خارجين الوطن اللي كتبعونا اينما كنتم الله يجازيكم بخير. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. تكلم اخويا اش تقول للجمهور ديال سينجابينكا ومرحبا بك تفضل. كنشكر الاخ سينجابينكا على المبادره الرحيمه. مرحبا خويا. انا كنعاني واحد المرض ديال الصرع يعني ديما كنطيح به إيه؟ من صغري ومرض صعيب ومرض مزمن ومرض اللي هو بزاف الناس ماتوا به إيه؟ فانا كنطلب عفاك من جميع المشاهدين ديال القناه إيه؟ انهم يساعدوني واخا غير بالافكار والاقتراحات ديالهم الا كانوا يعني الا كانوا كيعرفوا شي محسنين ولا كانوا عندهم شي مساعده يقدموها ليا او كيعرفوا شي محسنين. فانا بغيت مساعده في العلاج ومساعده في العيش ليا. الف مرحبا اخوان. كما كتسمعوا راه ما كيطلبش شي حاجه فوق الطاقه كيقول القلوب الرحيمه والمغاربه الحمد لله معروفين ما فهمتوا. غادي نعطيكم الرقم ديالو اللي بغى يتواصل معاه. قول الرقم ديالك اخويا. 06 72 622 613 والله العظيم الا الاخوان اللي كيتعذب هذا الانسان وانا اللي عشت مع هذه الحاله مشيت زرته في المنزل ديالو فهمتوا. يعني راه كيعيش واحد الحاله لا اله الا الله. وغيبان لك الاخ بحال هكا راه محل مسكين ما فيها باس. الناس اللي كيخافوا الله واللي كيبغيو الاجر ما فيها حتى شي باس. تلقاو الرقم تواصلوا معاه واللي بغى يسول عليه راه كاينين وثائق الاخوان وثائق ديال الطبيب وثائق ديال العمل اللي كان خدام باش ريح وبزاف ديال الحوايج. وقلع الضو والله يدير الخير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. محبين قناة سينجابينكا السلام عليكم مرحبا بكم في سوق قلعة بالدار البيضاء يوم السبت. هانا الخوت سوق القريعة بالدار البيضاء والف مرحبا بالجميع. خويا اختي الف مرحبا. اوه عبد العظيم وعبد العظيم على احد الموالين خويا هاهو كليبا خوتي التليكوم اللهم بارك جمالك جمال. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك جمالك جمال. جيت شويه لقدام حد ما تضل تما ما كيتشد الصور مزيان
هيا ابوسي الكلي باش على عند اخويا عندها عامين عامين اللهم بارك اريا دوش او ما شاء الله تبارك الرحمن ابوسي الكلي با عندها عامين الاخوه اللي بغى الف مرحبا او ما شاء الله تبارك الرحمن على طاك ديال اخوتي هرب لي حيد من الضل حيد من الضل حيد انا شوف كيف تزين تبارك الله اللهم بارك اقلع الطوز ثمن ديال اخويا اخويا اللي بقى رختينا مع هذا السيد الله يبارك فهمتيني الله يبارك نعم كلبه راه فيها جميع الدريسات اييه اللي بغى يتواصل معايا الرقم ديالي 07 06 84 88 51 ثمن ديال ثمن ديال ثمن ديالها معايا 2500 الكلبه راه فيها جميع المواصفات ديال الدريسات اللي راه والده باع ولادها خديتها من عنده الله يسخر الله يسخر واللي خلق واللي خلق عمرو يضيع محبين قناة سينجابين كاع عشاق الراعي الالماني و1000 مليون مرحبا كما كتشاهد معنا هذا هو الكوفل ها المال ها الفمال وكاين فريغات معروضين للبيع اللهم بارك اللي بغاهم 1000 مرحبا انا خوت هذا بيرجي كاري ولا بيرجي دوميكاس فوالا انا الخوت وليدات شحال عندهم اخويا شهرين شهرين الثمن ديالهم اخويا 2000 درهم 2000 درهم 200 اورو اخوان واللي بغاهم الف مرحبا وجمالك جمال تبارك الرحمن بالنسبه للفريخات عندك غير هاد جوج صافي بقى هاد جوج اللي بقاو الثمن ديالهم الاخر هو 2000 درهم ياك اخويا ممكن الرقم ديالك 06 41 41 41 80 10 ها الوليدات كما كتشاهدوا معنا اش كاين فيهم مال فمان تكر نتوما ولا جوج كوره جوج كوره الاخوان والف مرحبا هاني يا سلام ها ها الفمال هادي جمالك جمال ها المال اللهم بارك واللي بغى شي حاجه الف مرحبا يتواصل مع الاخ هذا السيد راه صافي لونطون صورنا الا شفتوا اللي متبعين القناه عاد تلقاهم كان عندهم واحد الوليد باي بيعو وكاينين هاد الجوج دابا اللي بغاهم الف مرحبا تحيه للجميع الخوت عشاق هاني شاو شاو شي حاجه الخيال العلمي اللهم بارك الله قابل الله 8 شهور 8 شهور اللهم بارك 8 شهور الله يبارك دور لنا يشوفونا با 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 ومخسره يا خويا ما شاء الله تبارك الرحمن إيه؟ مخنفره شي حاجه الطوب العمر ديالها 8 شهور 8 شهور الله يبارك الله يبارك الله يبارك جمالك جمال شوف شوف الشعورات دور 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 لي هنا دور لي هنا اللهم بارك اي 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 وزع كل يوم تبارك الله الثمن ديال اخويا 6000 درهم اللي بغى 1000 مرحبا 1000 مرحبا التليفون ديالك خويا 06 29 93 08 01 هاي 8 شهور 6000 درهم اللي بغى 1000 مرحبا تواصل معايا الله يبارك الله يحفظك خويا شحال عندهم اخويا شاير شاير مالينوا اللهم بارك تذكر هذا ولا نتوما تكيا مال هادو هادي الاخرى شد الاخرى شحال الثمن ديالو 1000 درهم الواحد اللي بغاهم 1000 مرحبا التليفون ديالك عندك شي تليفون اللي بغاهم الاخوان كنتواجدوا امام سوق العيون 1000 مرحبا عشاق القيطات انا احسن باعت القيطات اللهم بارك انا خويا السلام عليكم خويا تحياتي ليك كلشي مزيان شنو الجديد اخويا يا اللهم بارك
النوع ديال اخويا راكدور. راكدور اللهم بارك في مال. شحال هذا في العمر كتاكل؟ كتاكل كلشي طالع في شهر ونص. تبارك الله. الثمن ديال اخويا 500 درهم. الراكدور راه كيبيعو ب 1200 درهم 1300. هو داير ليه 500 درهم اللهم بارك. المغرب اليوم سيامون تيغر هاني 400 درهم. تبارك الرحمن. سيامون نورمال. ها هي سيامون ليس. ليس ما كاينش زغبه. الثمن ديالو 300 درهم. سيامون تيغر تبارك الله. سيامون تيغر هو ليس هذا اللهم بارك. هذه ليس. هذه ديال 300 درهم. عاد كاينين الانغوراس. الانغوراس تبارك الله اللهم بارك. الانغوراس غنيين على التعريف. هما ما شاء الله تبارك الرحمن كاملين بيضين الله يبارك. هادو 250 درهم با 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 با. قتلت السوق بسم الله يا اخويا. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. وصل برا امس ورصا 33 64 65. الف مرحبا. ورصا 33 64 64. الف مرحبا. الف مرحبا بالجامعة القطيطات اللي كاين شفتهم. ها عاودوا النمره 33 63 64 65. هي الدوزيام. الف مرحبا. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. تحيه لك. تحياتي خويا. انا الخوت اللهم بارك. النوع اخويا هنا شيواوا. العمر ديالو 3 شهور. 3 شهور تبارك الله. الثمن ديالو 1500 درهم. واللي بغى الف مرحبا. جمالك جمال. التليفون ديالك ما حافظوش. واه قول رقم اخويا 06 05 06 59 47. اللي بغى الف مرحبا. هذا هو الرقم صاحب الكليبه. واللي بغى يتواصل معاه. جمالك جمال. عشاق القطار ما نسيناكمش. بيرسو هيمالايا. تحياتي لك خويا. جمالك جمال تبارك الرحمن الله يبارك. شوف والله ثم والله كنحاول بما امكن الجديد والجميل وجمالك جمال. معنا اخويا حسام. وحسام تفضل سيدي حسام وقتاب. اهو اخويا حسام احلى حسام. وحسام بوغوز ديال السوق. بسم الله توكلت على الله. انا اخويا ما شاء الله تبارك الرحمن. هيمالايا الله يبارك. الله يبارك. مال فومي. الله يبارك. اييه العمر ديالهم اخويا تقريبا عندهم شهر و40 يوم. شهر و10 عندهم 40 جور الاخوان 40 يوم الله يبارك. اوه 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 أو ما شاء الله تبارك الله. يزيدك الفوق يزيدك الفوق. اي 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 الشعورات با. اي 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه للاثمنه ديالهم هادو الوسطانيه 2000 درهم 2000 درهم. لا تسير لي باش تشدوها مزيان. وسطانيه ب 2000 درهم اخويا. 2000 درهم. والفومال الفومال بجوج 1700 درهم 1700. 1700 درهم 1800. اللهم بارك. الله يبارك. شي حاجه دوري جينا الاخوان اللهم بارك. اللي بغاهم الف مرحبا. رقم الهاتف اخويا تحياتي لك الله يحفظك. وفينا 08 01. اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا. عاود الرقم 09 29 93 01. واش هادشي دوريجي؟ دوريجي. ياك ما دير لهم الشعر ولا شي حاجه. غنشوف غنشوف بلاتي قدام المشاهد. لا 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 ديالهم ديالهم. جمالك جمال. الف مرحبا. تحيه لك. اه كاين اخويا. لا لا كاين بياسات اللهم بارك. هذا بيرسو الحسني اللي تشيش تبارك الله. اللي بغاه الف مره. شو على راس عدو اللي بغاه الف مره.
وثاني السي عمو تبارك الله العينين زورق هادو كري هادو زورق. العمر ديالهم اخويا هنا شهير كياكلوا عفوا اخوان 6 شهور هاهما 6 شهور. الثمن ديالهم اخويا 500 درهم للبياسه اللي بغاهم 1000 مرحبا. جمالك جمال تبارك الرحمن. محبي القناة سينغابيغا تلبية طلب المشاهد الناس كيحبوا قطعات الزينة 1000 مليون مرحبا. هنا عندنا أنواع وأشكال الأنواع اللي كاينة أخويا أنا شكون اللي نهضر معاك؟ سيامو 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 واش؟ إيه كاين أندورة تبارك الله. الأسمنة اللي دايرة هنايا 500 درهم 1000 مرحبا بالجميع. أنا خويا هنايا أنا جاي عندك كاينة التكر ديال بارس توش أنا اللهم بارك عندو 6 شهور هذا طيط هذا بالكارنيت فاكسان ناضي ياك الثمن ديالو الاستاذ هذا كيبقى على الخاص على الخاص الله عطاني الثمن لا خليها الله عطاني الثمن الله يرضي عليك راه انا 3000 درهم والثمن زوين اللهم بارك كما كتسمعوا الاخوان الثمن ديالو 3000 درهم العمر 6 شهور 1000 مرحبا هذا سبيسيال من هذا كاين ها هو جبدوا لنا نشوفوا حتى هو اللهم بارك انا خوتي جمالك جمال العمر ديالو هنا عاد عنده 3 شهور 3 شهور الثمن ديالو كيبقى على الخاص على الخاص 1000 مرحبا شحال اخويا 5000 درهم ثمن زوين الاخوان اللي بغا 1000 مرحبا بورتك او 1000 مرحبا لا 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 اللورد لا باقي صغيران ها هو اللي بغا الاخوان 1000 مرحبا وكاين القيطات 1000 مرحبا اللي بغا شي حاجه هاني هنا بالنسبة للقطعة هنايا هادو 300 درهم عطيني الرقم ديالك اخويا 06 29 93 08 01 1000 مرحبا بالجميع الاخوان اللي بغا تطيب تبارك الله اللهم بارك ها هو حاجة في المستوى ها هو جمالك جمال قلع الدولة يدير